بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوفنا الكرام من الاساتذه والباحثين وزملائي وصديقاتي واصدقائي الاعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واسعد الله صباحكم بكل خير وبركه. في هذه المناسبه نيابه عن قسم البحوث والدراسات العربيه لهذه الكليه، اقوم بترحيب كل منكم الى هذه اللحاف والى هذه المناسبه الميمونه. فالندوه تقوم بمناقشه مساهمات علماء القرن الماضي لولايه كيرلا لغه وادبا وثقافة ونضالا ونهضة. فهذه الأنشطة الذهنية العقلية تتميز بالنسبة إلى علمائنا، وأنها تتميز وتختلف عن النهضات وإصلاحات وأنشطة الأخرى بأنها هي مرتبطة بالتوفيق الرباني. أما النهضات والإصلاحات والتقدم والتطوير الاجتماعي التي حدثت في العالم أجمع أنها مجرد مناقشات ومحاولات مادية. أما إصلاحنا وأنشطتنا أنها جميعها تتعلق بالتوفيق الإلهي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق. هذا هو خصالنا أو ميزتنا القوية، ولذا أنها ذات نتاج قوية وذات تأثير مؤبدة، يعني أنها لا تقف ولا تندثر بمجرد غيابة هذا المسلم. ومجتمعنا الكيرلي الإسلامي هي خير دليل لهذا، لأن نحن الآن نتمتع ونستمتع ونحس بما فعل، بما جاهد، بما أسرح، بما بذل من الجهود للسابقين الأولين. فنحن الآن وراحتنا ومتعتنا هي تعب ما عانى من المصلحين العلماء الكبار، فجزاهم الله خير الجزاء وأنعمهم نعم البقاء. فمن واجبنا نحن كدائرة أو كأعضاء دائرة أكاديمية لا بد أن نسجل هذه الإنجازات السابقة الماضية، ولا بد أن نحتفظها إلى الجيل القادم. فهذه الندوة أتوقع أنها تناقش بمبادئ مختلفة وبأبعاد مختلفة لمجاهدات ولأنشطة ولمحاولات الأكاديمية العلمية لعلمائنا السابقين. فأنا أهنئ لكل من قام بهذه الندوة وكل من شارك إلى هذه الندوة، كل التهاني والتبريكات وجزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى كل التوفيق والسداد لخير الخدمة للدين والمجتمع والعقلية الاجتماعية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you very much. And next, here we have Aslahi Sayyid Marshall Budawi.